أكد رئيس أولمبي المدية محفوظ بوقل قال أنه قام بتسريح 5 لاعبين من النادي على غرار يونس سفيان ورضوان بشيري لأسباب مختلفة، مشيرا أنه سيجلب 3 لاعبين في الميركاتو الشتوي، أولهم لاعب شباب عين والسيرة عبد الحق عبد الحفيظ الذي وقع على عقد انضمامه للأولمبي. اللاعبين المصرحين لحد الآن هما يونس وبشيري ومصفار والحارس الأسبق لفريق أولمبي المدية عمراوي، هذول وأيضا عمراني، يعني 5 لاعبين صرحناهم لأسباب متعددة. عندنا 3 لاعبين سوف نقوم بجلبهم إن شاء الله في الميركاتو الشتوي، هما لاعب قمنا بارح بإمضاء إجازة تاعه إن شاء الله، هو اللاعب عبد الحفيظ عبد الحق، استقدمناه من شباب عين والسارة وهو قلب هجوم. واش راح نديروا، لازمنا نسيروا مرحلة العودة بذكاء ونحاولوا قدر المستطاع جلب نقاط من خارج المدية والحفاظ على 3 نقاط في المدية حتى نبقى دائما في وسط الميدان في وسط الترتيب، لأن هدفنا هو الأول والأخير والبقاء.